لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول واحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة خلينا نتكلم في أمر غريب بالفعل، تقريبا أصبح خبر معتاد في كل الصحف اليومية، كميات من اللحوم والدواجن والأسماك الغير صالحة للاستهلاك الأدمي. طبعا جهود وزارة التموين ووزارة الزراعة تؤدي إلى ضبط هذه الكميات، فرق التفتيش على اللحوم لا تتوقف عن العمل في كل محافظات مصر. آخر هذه الضبطيات كان في يناير الماضي 120 طن من اللحوم والدواجن والأسماك تم ضبطها وتحرير محاضر لأصحابها، وهذا إن دل فإنه يؤكد زيادة المعروض في السوق المحلي من اللحوم والدواجن والأسماك. عشان كده الواحد بيستغرب بشدة، مئات الشركات تتقدم إلى وزارة الزراعة لاستيراد كميات مهولة من العجول الحية والدواجن المجمدة والأسماك المجمدة. طب يا جماعة من فضلكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، شوفوا أقل مشروع للأسماك من مشروعاتنا الكبرى اتصرف عليه كم مليار، أقل مشروع للدواجن بتصرف عليه كم مليون، أقل مشروع للإنتاج الحيواني بتصرف عليه قد إيه، والدولة منحت قروض قد إيه لمشروعات البتلو. إحنا بنتكلم في حوالي 3.2 مليار جنيه تم صرفها للمربين داخل مشروع البتلو. إذن كفى استيراد، وهذا هو النهج التي تتبعه اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي للبت في طلبات الاستيراد ومدى احتياج الأسواق المصرية لهذه الكميات من اللحوم والدواجن والأسماك. لن نغرق أسواقنا بلحوم ونزيد المعروض بهدف خفض الأسعار جنيه أو اتنين وقصاده نهد استثمارات بمليارات. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في هذه الحلقة فريق الجدعان يرصد قصة نجاح آل أبو بكر في تأسيس مجموعة فريدل والتي تخصصت في زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية واستخلاص زيوتها الفائقة الجودة وإنتاج 25 عائلة من المنتجات تضم 120 صنفا من العطور والمطهرات والمنظفات بخلاف المنتجات الغذائية وتصدير منتجاتهم لـ40 دولة. فريق الجدعان يزور مزارع الدكتور خالد بيومي لطيور الروم الأبيض في الإسماعيلية، حيث بدأ في تربية كتكوت الروم الأبيض بيك سكس المحلي، والذي أنتجه لأول مرة الطبيب البيطري محمود رزق، مؤسس أولى مزارع أمهات الروم في مصر، ووكيل شركة أفياجين تركز العالمية. دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا مصنع في 6 أكتوبر ليس له مثيل في العالم أجمع، هو مصنع فريدال المتخصص في إنتاج زيوت النباتات الطبية والعطرية وأيضا إنتاج العطور. مصنع ينتج 120 منتج في 25 عائلة ويصدرها إلى 40 دولة، قصة كفاح ونجاح كبرى للمهندس الكيميائي طارق أبو بكر. خليكم معانا. تخيلوا ان المجموعة اللي هنزورها النهاردة ملهاش مثيل في العالم كله، لان حكايتها بتبدأ من اول الزراعة بكل مفرداتها ومرورا بالتصنيع وانتهاءا بالمنتج النهائي للسوق المحلي والعالمي، عالم فريد من المنتجات اللي وصل عددها ل 120 منتج في 25 عائلة وبيصدروها ل 40 دولة.
بكلمكم عن مجموعة فريدال العملاقة اللي عمرها النهاردة حوالي 70 سنة واستثماراتها تجاوزت 2 مليار جنيه، وأسسها المهندس الزراعي اللي كان سابع عصره حسين أبو بكر، وأكمل المسيرة نجله المهندس الكيميائي طارق أبو بكر وأولاده حسين وعمر وهشام ربنا يحفظهم جميعا. وتخصصت في استخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية وعجائنها وإنتاج مكسبات الطعم والرائحة للصناعات الغذائية، وكمان المنظفات والمطهرات والمعطرات ومنتجات العناية الخاصة ومستحضرات التجميل والكحول والعناية بالملابس. ده بخلاف النباتات الطبية والعطرية المجففة والمخللات والخضار المجفف والخضار المشوي، وأشهر شركات العطور في العالم بتلجأ لمنتجاتهم من زيوت النباتات الطبية والعطرية عشان تصنع أفخم عطرها على الإطلاق. باختصار بكلمكم عن لانكوم وشانيل وديور، ودي أكبر شركات العالم المنتجة للبرفيوم. كمان بيستعدوا للإعلان عن أول خط إنتاج كامل لعطور مصرية، أعلى جودة وثبات من العطور الفرنسية وبروائح مختلفة ومذهلة وجديدة، أما السعر فأقل من المستورد بنسبة 50% على الأقل رغم الجودة المبهرة، والسبب أن 90% تقريباً من مواد التصنيع الخام مصرية وزرعينها بأيديهم وبيستخلصوا زيوتها وعجينتها في مصانعهم اللي عددها وصل النهاردة لسبع مصانع منتشرة من مدينة 6 أكتوبر لبني سويف للواحات، وإحنا وراهم. بعد جولة كبيرة في المصنع بمدينة 6 أكتوبر، مصنع فريدال والخاص بالمطهرات والمنظفات العطرية وتقطير الزيوت، تعالوا في البداية نقابل المهندس الكيميائي طارق أبو بكر رئيس مجموعة فريدال، واللي بدأ فعلا تحويل مجموعته ومنتجاته لعلامات تجارية، يعني ممكن الحصول على حقوق استغلالها من الراغبين في فتح منافذ لبيع منتجاته، لكن طبعا بشروط. بصراحة المصنع النهاردة مفاجأة كبيرة لنا، احنا جايين ان احنا نزور مصنع بينتج افضل انواع زيوت النباتات الطبية والعطرية. لقينا منظومة عظيمة في التصنيع، منافسة في 40 دولة، منتجات من 25 عائلة ب 120 منتج، موجود في كل سلاسل السوبر ماركت في مصر. اهلا بيك وفاء، تحياتي بجد، ايه العظمة دي؟ ربنا يخليك ويبارك لك، يعني انا سعيد نسمع الكلام ده انا مبسوط ان منتج مصري بالعظمة. هو ده الهدف من الشركة أساسا، إن إحنا يعني بدل ما كنا بنستورد كل حاجة من برة والجودة اللي بتاع المنتج الأجنبي كانت مختلفة عن الجودة اللي بتطلع هنا في مصر، إحنا دورنا إن إحنا نخلي مصر على الصورة وإن إحنا نطلع منتجات ونسبة إن مصر تقدر تطلع منتجات كويسة وبسعر منافس، والحمد لله إحنا ماشيين في الطريق ده. يعني أرجع معك ل 1950 ويمكن قبل كده كمان. عايز أسمع الحكاية من الأول، بدأت إزاي فريدال؟ والله هي والدي الله يرحمه بقى هو كان ابتدى، حسين أبو بكر. أيوة صح كده، المهندس حسين أبو بكر، مهندس زراعي. مهندس زراعي صح كده، تمام فن مظبوط. هو كان في فترة اللي ما فيش بقى فيها استصلاح أراضي والكلام ده، فهو كان يعني بايونير في الموضوع ده، وخد أرض في الفيوم وبني سويف واستصلح مساحات كبيرة، وابتدى يتجه ان هو يزرع زيوت نباتات عطرية، ومن النباتات العطرية ابتدى يصنع الزيوت العطرية وابتدى ان هو يصدرها برا. وطبعا الموضوع ابتدى يتطور، دخلنا في العجائن العطرية زي مثلا مصر النهاردة مشهورة بعجينة الياسمين، صحيح، فده كان تاني حاجة يدخل فيها. العجينة بيطلع منها حاجة اسمها الابسولوت، الابسولوت هو اسمه الزيت الحر، وده بيستخدم في البرفانات الهاي كواليتي برفيمز. يعني المهندس طارق ابو بكر اتخرج في كليه الهندسه قسم كيمياء بجامعه القاهره، وحصل على درجه الماجستير من جامعه رايس في هيوستن تكساس في الولايات المتحده الامريكيه، وعمل في بدايه حياته بشركه امبل البترول لمده عامين قبل ما يرجع فورا بعد وفاه والده عليه رحمه الله لاداره مجموعه فريدال ويعمل الصرح العظيم اللي قدام حضراتكم. انتوا بتصدروا نباتات طبيه وعطريه مجففه مش كده برضه؟ مجففة. يعني بقدونس مجفف، نعناع مجفف، في تجفيف بيبقى شمسي لبعض المنتجات، وفي تجفيف بالميكنه بالمجففات، وده بيبقى طبعا يعني الجوده بتاعته مختلفه تماما عن الجوده بتاعت التجفيف الشمسي، وبيدي مده اطول على الشيلف لايف او مده الصلاحيه بتاعته. طبعا يعني النهارده مثلا لو ست البيت مثلا النهارده شبت او بقدونس او كزبره، هي لما بتشتريه فريش ده بيقعد عندها مثلا يومين ثلاثة وبتدي يصفر ويدبل وخلاص ما بتقدرش تستعمله.
غير لما تاخد بقى المجفف الصناعي ده ممكن يقعد عندها 3 سنين، ومجرد اول ما يلمس الميه تاني بيرجع كانه بنفس اللون ونفس الطعم ونفس كل حاجه. فطبعا العالم كله بيشتغل فيه، احنا طبعا ان شاء الله في نيه ان احنا نبتدي ننزل المنتجات دي محلي. احنا حضرتك يعني 95% من انتاجنا بيبقى تصدير، واساسا امريكا وكندا ده المين يعني، بعد كده يدخل اوروبا واليابان و وال5% مطاعم مثلا. 5% هنا بندي بقى شركات، في شركات كتير بتاخد توابل بتدخلها في الـ في الـ في الاكل بتاعها او يعني الحاجات المحفوظه والحاجات دي. احنا بننتج بعض حاجات زي البنانا بيبر، حاجات حتى مش مدرجه في مصر قوي لكن هي مطلوبه في العالم كله يعني. واحنا بنلف مع بعض في مصر حضرتك قلت لي احنا عندنا 343,000 ماده بندور في عمليه تصنيع في فلك هذه المواد. مظبوط. يعني معنى كده ان كل مركب جديد بنقعد نجرب كل المواد دي؟ والله حضرتك اي مركب بيدخل في صناعه او اي منتج جديد، اي دي المواد الاساسيه اللي بتدخل في صناعه العطور، فاحنا لازم نبقى عارفين اي منتج بيطلع في اي خامه بتطلع في العالم لازم نبقى احنا محللنا وعارفين دي ايه، واحنا عندنا اجهزه بتقدر تعرف المنتج لو احنا بنجيب اصله وفصله. اه طبعا. طب ده يفيد حضرتك ايه في صناعه العطور؟ البصمه احنا زي ما حضرتك قلت 300,000 الماده الخام، هي احنا بنقارن البصمه الموجوده عندنا في المكتب في المكتبه بتاعتنا بالبصمه اللي موجوده في الريحه دي، فيقدر الجهاز على طول يقول لنا هو ده المنتج، هو ده الماده اللي موجوده بنسبه كذا ومواصفاتها كذا وكل حاجه. حضرتك بدات تعمل خطوط لانتاج البرفيوم او العطور. ايوه فعلا. وهتنزل بيها السوق المحلي والعالمي كمان. تمام. هنقدر ننافس الشركات العالميه لانكوم والله هقول حاجه، احنا اوريدي بننافس شركات عالميه كتير دلوقتي في المنتجات اللي نزلنا فيها، يعني اي احنا كل المنتجات اللي نزلنا فيها احنا المنافس بتاعنا هو الشركات العالميه، هو ده المنافس الفعلي بتاعنا. ويعني انا اسيب للناس هي اللي تقول في الاخر يعني هي بتفضل تروح لمنتجاتنا ليه، اولا ثقه ان هي تاثيرها عليها اقل ضرر يعني شبه ما فيش اي حاجه، بنراعي كل المعايير العالميه للصحه، بننزل منتجات كجوده، احنا بنحاول دايما بنحط البنش مارك قدام، بنحط قدامنا اعلى مستوى في العالم كله عشان نقدر نقارن بيه، وفي الاخر احنا لما قدرنا نوفر كتير قوي من التكلفه بتاعتنا من الاول قدرنا ننزل للمستهلك المصري منتجات رخيصه. على فكرة مجموعة فريدال أراضيها الزراعية في الواحات البحرية مستعمرة على مساحة 3000 فدان ومخصصة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وفيها منطقة تصنيع لاستخلاص زيوتها وتقطيرها وتحويلها لمنتج خام ينفع تصديره أو تصنيعه. تعالوا نعرف تفاصيل أرض الواحات من المهندس حسين طارق أبو بكر رئيس شركة بلانت فورم المتخصصة في إنتاج الخضار المجفف والمحفوظ والتوابل والمخللات، كمان هو العضو المنتدب لمجموعة فريدال. في 2008 حضرتك خدت المجموعة بالكامل واتجهت للزراعة بهدف ان احنا نقفل الحلقة من الزراعة لغاية المنتج النهائي للمستهلك، صح كده؟ طيب بنديلهم منتجات ايه من الزراعة؟ احنا حاجة خدنا القرار ده فعلا في 2008 لان واجهتنا 3 مشاكل رئيسية. اول مشكلة ان التجار اللي كانوا بيوردوا الخامات للمصانع بدأوا يعلوا علينا الاسعار جدا وبلقناش لقي كميات اللي احنا محتاجينها، قلنا لا احنا هنخش هنعمل value addition vertical integration backwards لتحت، ان احنا ننزل للمزارع. تمام. فاخدنا ارض في الواحات البحرية حوالي 3000 فدان، واحنا كنا الشركة الصناعية الاولى اللي تخش الواحات البحرية، وصرفنا في 2008 غير ان احنا اشترينا الارض حفرنا حوالي 80 بير، وكنا اول ناس في 2009 تدخل الطاقه الشمسيه في توليد الميه عن طريق الترمبات، فهناك اتس سستينبل فارم او مزرعه متكامله ذاتيا وتحت شعار السستينابيليتي، يعني ايه؟ البذور احنا اللي بنجيبها، ما بنستخدمش مبيدات، اللي هي في وقت الكورونا دلوقتي هي اهم، اللي هي الزراعه الامنه اللي ممكن تكمل من غير ما تضر الانفايرمنت او الطبيعه. يعني خلي بالكم حسين طارق ابو بكر اتخرج في الجامعه الامريكيه اداره اعمال سنه 2004، وكان حلمه ياسس كيان زراعي متكامل
يغطي احتياجات مجموعة فريدال من النباتات الطبية والعطرية، وينتج الخضار المجفف والمصنع والمشوي بغرض التصدير لأسواق العالم. ومن هنا أنشأ شركة بلانت فورم للخضار، واللي بتتعاون مع صغار المزارعين، وكمان زرع 3000 فدان كاملين في الواحات البحرية بالنباتات الطبية والعطرية. طب المزارع اللي انت بتتعاقد معاه عشان يزرع لك نفس المواد اللي انت عايزها او الحصلات اللي انت عايزها، تمام، التعاقد بيبقى ازاي؟ ده بيبقى شريك بيتدرب، بندربه فنيا، بنبعت له فريق دعم فني كل اسبوعين بيزور ارضه، بنديله تسهيلات ماليه في صوره ان كايند او بذور او مبيدات مسموحه، او بنديله كاش لو هو راجل قديم معانا ومضمون، وبنديله سعر ثابت. طب حضرتك قلت لي ان في الواحات بنبدا جزء تصنيعي، صح كده؟ ايه الهدف ان انت صنعت في الواحات؟ هل في منتجات حصلات زراعيه نباتات طبيه عطريه لازم تشتغل عليها فورا بعد الحصاد؟ كلام حضرتك مظبوط، هو الثلاث اسباب. اول سبب ان كل ما المنتج يتحصد بعد الحصاد بتبدا جودته تقل، فبدل ما تنقله على عربيه وتنقله مسافات بعيده، انت بتصنعه في المكان نفسه. ده نمره واحد، فيور مينتينج ذا هايست كواليتي بوسيبل، او اعلى نسبه ممكنه للجوده. نمره 2، المواد الطياره او الفعاله فيه بتفضل في اعلى نسبه ليها وما بتتطيرش او ما بتروحش. نمره 3، ما فيش تكلفه زايده، اللي هي تنقل المنتج فريش، العربيه نقله 5 طن ولا 10 طن للقاهره. طب ما انا بصغر حجم ال 10 طن دول، ما انزلهم لطن مصنع، فبيصرف عليها عشر تكلفه النقل. طبعا مصنع زي فريدال متخصص في استخلاص زيوت النباتات الطبية والعطرية وعجائنها وإنتاج مكسبات الطعم والرائحة والمنظفات والمطهرات وغيرها، بيعتمد اعتماد كلي على قطاع البحث والتطوير، والمنوط بيهم تقديم منتجات جديدة سنويا ما تقلش عن 20 منتج. تعالوا نقابل الكيميائي محمد عبد القادر، مدير قطاع البحث والتطوير في مصنع فريدال. تعرف طبعا قطاع كبير جدا من الناس، أيوه، بتحب انها تركب البرفانات بتاعتها، صح كده؟ بالظبط. اللي انا عرفته هنا ان انتوا اللي بتعملوا الزيوت الاساسيه، اللي هو الاسانس الاساسي اللي بالزبط. بيروح يتخفف بكذا ماده ويتعمل برفيوم ويتخفف للناس. بعد كده بالظبط، يبقى برفيوم حسب كل واحد، حسب احتياجه وحسب قدرته الاقتصاديه كمان. حقوق الملكيه الفكريه للبرفيوم ده راحت فين مثلا؟ احنا بناخد الافكار وبندرس الافكار والاتجاهات عامله ازاي والسوق متطلباته ايه، وبالتالي بعد كده وقت لما بنعمل البرفان الجديد او الريحه الجديده اللي احنا بنعملها بحيث انها تكون مقبوله عند الناس. وانا داخل انا كان نفسي الناس تبقى معانا بجد، انت مش متخيل الروائح اللي جوه عامله ازاي. كل اشكال الفواكه احنا شمناها، كل اشكال الزهور احنا شمناها. طيب الحاجات دي امان على صحتنا؟ كل الروائح او كل المواد الخام اللي بتخش في الروائح دي بيبقى ليها حاجه اسمها مواصفات امان. في حاجات بيبقى آمنة للاستخدام بنسب معينة، وفي حاجات ما ينفعش تستخدم. اللي ما ينفعش نستخدم ما بنحطوش طبعا في منتجاتنا خالص، إنما اللي ينفع يستخدم بنلتزم بالاشتراطات اللي بتحطها المؤسسات الدولية، زي مؤسسة كده اسمها الإفرا، هي المؤسسة الدولية المسؤولة عن مكسبات الريحة. في برنامج إلكتروني تحفيزي للعمالة في مصنع فريدال، ويظهر لكل العمال خطة الإنتاج يوميا واللي تحقق فعليا وحجم الحافز المالي اللي يستحقوه. تعالوا نقابل المهندس هاني همام، مدير التصنيع في مصنع فريدال. قبل ما نبدأ تسجيل قلت لي هنا احنا في المصنع ده، وهو واحد من 7 مصانع تبع مجموعة فريدال، في حوالي 500 عامل، صح كده؟ قلت لي بنطبق برنامج إلكتروني مخصوص عشان يقيم كل عامل وبنحاسبه على أساسه. يعني هو مثلا مكتوب هنا ان هو مطلوب منه يعمل 1000 كرتونة، صح كده؟ النهاردة احنا هنا في 3 حاجات مهمين، هو المطلوب منه ككمية لحد آخر اليوم، تمام، اللي هو 8 ساعات، 8 ساعات شغل، اللي مطلوب يطلعه في اللحظة الحالية، تمام، يعني احنا كل دقيقة بتعدي من 8 ساعات بيزيد معاها التارجت بتاعه، وبالتالي هو شايف نفسه لايف، شايف نفسه بصورة حية كل لحظة هو فين من التارجت. وبالتالي احنا عملنا المعادلة الصعبة ان هو يبقى عارف فعلا ان هو يقدر يطلع كام عبوة، كام كرتونة في الدقيقة، وده اللي مخلي الناس تحقق التارجت وتاخد طبعا ربحية كويسة، وده بيديله الحافز طبعا، الحافز المالي طبعا. ده كله مرتبط بسيستم مع الـ HR ان هو يقيم كل خط بالعمال اللي عليه، وبالتالي الحافز اللي بيصرف لهم كل فترة.
في الرداية المتفردة فعلا بمنتجاتها اللي وثق فيها السوق المحلي قبل العالمي، لأنهم باختصار بيعتمدوا على الجودة الفائقة في كل منتجاتهم والمنافسة في السعر، لدرجة أن أي منتج بيصنعوه محليا بالفعل أقل 50% في التكلفة وسعر البيع مقارنة بالمستورد، وهي دي الصناعة الوطنية اللي بجد تستحق توصل للعالمية. تشاهدون بعد قليل، فريق الجدعان يزور مزارع الدكتور خالد بيومي لطيور الرومي الأبيض في الإسماعيلية، حيث بدأ في تربية كتكوت الرومي الأبيض بيك سيكس المحلي، والذي أنتجه لأول مرة الطبيب البيطري محمود رزق، مؤسس أولى مزارع أمهات الرومي في مصر ووكيل شركة أفياجين تركز العالمية. دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا محافظة الإسماعيلية، هنقابل هناك الدكتور خالد بيومي غانم، هو رجل متخصص في الإدارة والبنوك والاقتصاد، ولكن اتجه إلى الزراعة، والآن هو من أهم المربين لطيور الرومي الأبيض المحلي. خليكم معانا. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور خالد بيومي غانم، راجل دارس ومتخصص في الاقتصاد وإدارة البنوك وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكمان اشتغل في السياحة لاستكمال مسيرة والده رجل السياحة الشهير بيومي منصور غانم عليه رحمة الله، كانوا من ملوك الرحلات البحرية والسفاري والغطس، وفي عام 2016 شجعوا صديق عمره محمد أبو عدلي على الاتجاه للزراعة والتفرغ تماما للعمل في إدارة مزرعته في جمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية اللي مساحتها 20 فدان، وكمان تربية طيور الرومي الأبيض المستورد في عنبر مؤهل للتربية. الدكتور خالد بيومي كان الرومي بالنسبة له تجربة، وسبقه اتجاهه لتربية النعام، لكن نجاحه في تربية الرومي الأبيض المستورد شجعه أن يضاعف طاقته وكمان يبدأ تأسيس مجزر آلي للطيور الرومي. ولما عرف حكاية نجاح مصرف إنتاج كتكوت الرومي الأبيض بيك سيكس محليا، قرر فورا أنه يربيه كبديل للكتكوت المستورد. وبالمناسبة الكتكوت المحلي بيك سيكس أنتجه الأول مرة في مصر بدل الاستيراد الطبيب البيطري الدكتور محمود رزق، بعد نجاحه في التعاقد مع شركة أفياجين تركز العالمية للتأصيل الوراثي وتأسيسه عنبر حديث لتربية أول قطيع أمهات وذكور رومي أبيض في مصر، وعمل أول تلقيح صناعي من الذكور للأمهات وأنتج البيض المخصب وفرخه. تعالوا في البداية نقابل الدكتور خالد بيومي غانم ونقيم تجربته مع الرومي الأبيض المحلي. أسألك سؤال، حضرتك قلت لي الدورة دي تحديدا أنا كتكوت المحلي اللي هو البيك سيكس المنتج في مصر أنا خضعه تجربة وملاحظة، صح كده؟ تمام. هدفك ايه من التجربة والملاحظة؟ الهدف بالنسبة لي في الاخر ان احنا حط الكتكوت المحلي تحت الملاحظة طول الدورة، بحيث ان احنا نشوف معدلات التحويل ماشية معنا ازاي، المناعة بتاعة الكتكوت بتكبر معنا ازاي، وازاي الجسم بيكون اجسام مضادة لجميع الفيروسات طبقا للبيئة المصرية اللي احنا عايشين فيها، لان كل بيئة مختلفة بالامراض اللي ممكن يتعرض لها الكتكوت. خلال الدورة دي كلها 120 يوم أو 140 يوم بقدر في الآخر أحدد الكتكوت فعلا وصل معايا الإنتاجية لحمة قد إيه من خلال النسب تشفية. تشفية من خلال النسب التقرير الإنتاج اللي أنا باخده من المجزر اليوم اللي بدبح فيه. خلي بالكم العنبر اللي قدام حضراتكم ده اتنفذ في شهر يوليو 2019 ومساحته 85 متر طول في 12 متر عرض، وطاقته النهاردة 4000 كتكوت رومي أبيض محلي. هو عنبر تحضين رئيسي، وكل ما الطيور تكبر هينقلها في عنابر تانية مجهزة لاستقبالها لغاية عمر البيع، يعني البيع هيبدأ من عمر 110 يوم. طب دكتور خالد، النهاردة عمر الفرخ عند حضرتك حوالي 17 يوم زي ما حضرتك قلت لي واحنا داخلين، صح كده؟
ملاحظاتك على 17 يوم دول؟ والله احنا اخدنا الفرخ اتفاجئنا فيه اليوم اللي نزل فيه من المعمل، لان احنا متعودين ان هو بينزل وزن 40 جرام 45 جرام. احنا الكتكوت جالنا من المعمل هنا لما خدنا ششنا او خدنا عينة سامبل، يعني خدنا 100 فرخ وزناه وطلعنا متوسط طلع معنا 55 جرام، فده بالنسبة لنا برضو وزن مفاجئ لينا. بالنسبة للحيوية كانت اكتر من هاي، لدرجة ان احنا شكينا قلنا معقولة يعني الفرخ المحلي انتاجنا احنا المحلي هيبقى حيوية اكثر ووزن اكثر من الفرخ اللي بنجيبه من بره، طبعا كعقدة ان احنا الخواجة والحاجة بتيجي من فرنسا بتيجي من بلجيكا بتيجي من المانيا، لكن فوجئنا بالوزن وبالحيوية بتاعت الفرخ والكلام ده كله. لما عدى اول 3 ايام واجهتنا مشكلة قص المنقار. طبعا القص المنقار والحاجات دي بتبقى بره، في منها بيتعمل في المعمل عمر يوم عمر ساعة بيتعمل في المعمل، وفي منها بيتعمل بعد كده بمكان ليزر من عمر 3 ايام لخمس ايام. احنا الاجهزة دي لحد دلوقتي مش متوفرة، احنا شغالين دلوقتي على ان احنا نوفرها من بره بحيث ان احنا نبقى ماشيين بنفس المعايير بتاعة الشغل اللي الناس بتعمله بره، الشركات الكبيرة زي افيا جين او هندريكس او الشركات الكبيرة. خلينا دكتور اسألك السؤال الهام جدا، اليات التسويق. احنا دبحنا شفينا عملنا مجزئات عملنا مصنعات، هنسوق فين بقى وازاي نعمل سعر يتناسب مع الناس؟ طبعا احنا الـ النقطة دي بالذات هي نقطة توعية، بمعنى ان احنا هنا الرومي مرتبط عندنا كثقافة مصريين بالإيفنتس عامة، يعني عزومة بفرح بحفلة. في المجال السياحي دايما بنلاقي في الاوتيلات بيستخدموا الرومي في البوفيهات وكده بصفة مستمرة خلال الاسبوع او خلال اقامة الجست او الضيوف او كده. فاحنا دلوقتي بنقول يا جماعة احنا الرومي عايزين نزود مساحة الوعي وثقافة المستهلك في إن الرومي هو حاجة صحية جدا ومتوفر يكاد يكون بسعر أقل من سعر الدواجن. فإحنا دلوقتي يعني بنوجه رسالتنا لشركات تصنيع اللحوم عامة، اللحوم البيضة تحديدا بصفة خاصة. فالطلب هنا من الشركات إن هم يبدأوا يعملوا لنا تنويع في المنتجات بتاعت اللحوم بتاعت الرومي. طب كلمنا عن منتجك انت شخصيا، اسمه ايه؟ بينزل فين؟ احنا انواعه احنا ايه؟ احنا دلوقتي بنعمل منتجين، منتج مزايا الخير وبنستهدف فيه الفئة المتوسطة من خلال المجزئات، وراك مثلا اللي هي الوراك الجناح الرقب الكلام ده كله. بكام بقى السعر يا دكتور؟ الاسعار طبعا طبقا لسعر الحي، فاحنا عندنا مثلا النهارده سعر الحي بنتكلم في 27 28 جنيه بالنسبه للورك اللي هو يعتبر اعلى نسبه في التشفيه. يعني اللحوم كيلو الوراك 27 28 جنيه. عند الراجل اللي بيبيع المنفذ النهائي، عند تاجر الجمله بيجي يشتريه من المجزر وبيبدا يوزع للمنافس. لا، وفي المنافس بيتباع بكام بقى؟ المنافس على حسب المنطقه، لان هو متوزع في كذا منطقه، يعني المنافس دي في كذا منطقه، في احياء مثلا في الجيزه او كده بيوصل ل 29 و30 و32 جنيه. في احياء تانية مثلا وفي احياء تجمع بدايه يوصل ل 40 و38 بالظبط كده. معقول برضو، معقول انها لحوم صافي بالظبط بالظبط. وبعدين بيختلف برضو في تكلفة بتبقى مضافة دايما تكلفة النقل، لان المجازر بتاعت الرومي معظمها في منطقة مقدسة ناحية القليوبية او ناحية الشرقية، فدايما بيبقى في تكلفة نقل. تعالوا بقى نقابل الدكتور محمود رزق، 36 سنة واللي اتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة بنها سنة 2009، وكان بيشتغل في قطاع الأدوية البيطرية لغاية لما قابل في عام 2019 الخبير الإنجليزي مايكل بيردت 74 سنة، وهو اللي منحه وكالة شركة أفياجين العالمية للرومي الأبيض تركز، ودي أكبر شركات التأصيل الوراثي للطيور عالميا. عايز دراسة جدوى على 100 فرخ رومي. تمام، مش هقول لك أكتر من كده. تمام، اديني دراسة من أول ما يبدأوا، من أول سعر الكتكوت لغاية لما طلعوا للسوق. تمام، تقريبا بنتكلم النهاردة في سعر الكتكوت في حدود يعني متوسطات في حدود 48 ل 50 جنيه. تمام، عمر يوم. بنتكلم النهارده في ان تكلفه العلف تقريبا متوسطها بتتكلم حضرتك تقريبا في حدود يعني من 40 ل 50 كيلو جرام علف. النهارده 40 ل 50 كيلو جرام علف
تقريبا متوسطهم في حدود 350 جنيه، فتقدر حضرتك كده تجمع الاثنين يبقى تقريبا في حدود 400 جنيه تكلفة كتكوت الرومي ونسريات. ونسريات بقى ادويه وعماله وبرضو الفرشه والنشاره كل ده يدخل معانا ممكن يوصل لحد 450 جنيه لحد 460 جنيه. تكلفته لغايه وزن قد ايه بقى؟ لغايه وزن لحد 120 يوم، بنتكلم 120 ل 140 يوم اللي هو تقريبا متوسطات اوزان من 22 23 كيلو. طبعا العائد بتاعه محترم جدا. انا عارف ان هم حضرتك كبير قوي في انك تحافظ على قطعان حساسه جدا. طب النهارده بتحكي لي ان الاضاءه لوحدها ممكن تاثر على عدد البيض، فيعني انت همك كبير جدا، ولكن لازم نفكر طالما انت رائد اعمال في هذا القطاع في التسويق هنعمل ايه. بدانا ان احنا نبص لافكار جديده لمنتج جديد يقدر ينزل السوق. بنعمل توعيه دلوقتي لاصحاب المصانع الكبار في ان هم يعددوا من منتجات الرومي، لان ده هيعمل اوبشنز كتيره واختيارات كتيره قدام المستهلك يقدر ان هو يسحب اكتر. بدانا ان احنا نتحرك على ان احنا ندخل الميديا عن طريق منتجات الرومي عندنا، عن طريق ان احنا نوعي ربات البيوت استهلاك الرومي. النهارده في حضرتك مقارنه مميزة جدا ما بين لحوم الرومي ولحوم الدواجن من ناحية نسب الدهون، نسب الكوليسترول، نسبة البروتين، من ناحية الطعم نفسه. الخبير الإنجليزي مايكل بيردت 74 سنة خبرته تمتد لحوالي 52 سنة في تربية الرومي الأبيض، وكان معانا في زيارة الإسماعيلية بهدف تقديم الدعم الفني للمربي خالد بيومي غانم. ركزوا معاه. This is not the first project that in which I've been involved. I've done several in Europe, but this is the first one in North Africa. And I was surprised how welcoming the growers were, or are, because they are now able to obtain the day-old turkeys basically when they want. Prime turkeys will be producing turkeys throughout the year, and so there is not any need to order the poults months and months in advance. Aviagen turkeys have been trying for several years to get regular product into Egypt, but it has been difficult. You have to be able to find the right person or people that you can work with who are as intently organized about the well-being of the turkeys that they want to sell. It took me 5 years to discover Dr. Mahmoud. We were able to get on. We've created a team. Aviagen support us, because they can see that we're doing a reasonable job. It takes years to establish your product quality and your name. Over the years, this will become readily apparent. The thing that is different from here and Europe is that this market, because it's been starved, will flourish with fairly large numbers. And the other aspect of the turkey market here is that once you're producing product for this market and we can maintain a disease-free status, then with the African Union, we will, the customs regulations, we will be able to export throughout Middle East and Africa. كتكوت الرومي الأبيض المحلي بيكسكس أثبت أنه من أفضل سلالات الرومي الأبيض اللي عرفتها مصر على الإطلاق، سواء في السعر لأنه منتج محليا ومش محمل بأعباء الاستيراد، أو قدرته على تحويل العلف للحوم، ودي فلوس بتدخل يوميا في جيب المربي، أو نسبة النافع اللي تقريبا صفر، أو سرعة النمو وتناسق الأوزان لأنه كتكوت مرتاح مش محتاج أسابيع للتوائم مع العلف أو المية أو المناخ أو غيره، يعني تأقلم على ظروفنا في التربية وعنبرنا، وقريب جدا هيكون سبب في إطلاق العلامة التجارية مزايا الخير
ودي خاصة بالدكتور خالد بيومي غانم لمنتجات لحوم الرومي الأبيض المحلي. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي حلقة النهاردة أكلم حضراتكم عن خبرين مهمين جدا. وزارة الزراعة شكلت فرق داخل المعمل المركزي للتغيرات المناخية، هدفها مساعدة حضراتكم على التوسع في زراعة الأسطح والبلكونات وأي مكان يمكن زراعته داخل بيوتنا. طبعا حضراتكم عارفين أهمية زراعة الأسطح، أول حاجة ده جمال بيئي ونسق حضاري، ثانيا هو أمر آمن لصحتنا. تخيل لما بتأكل ولادك من زرعك، يعني الكوسة بتاعتك، الطماطم بتاعتك، الخيار بتاعك، الشبت بتاعك، البقدونس بتاعك، كل ده تقدر تزرعه فوق سطح بيتك وتأكل أولادك وأسرتك أكل آمن تماما. وهتلاقي فرق بأقل تكلفة تساعدك داخل وزارة الزراعة، هذا الأمر بقيادة الدكتور الشاب أحمد عوني مدير المعمل المركزي للتغيرات المناخية. تاني حاجة عايز أتكلم فيها مع حضراتكم عن شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان. إحنا اتكلمنا كتير عن بنود التعاقد ما بين الشركة وما بين المزارعين، دايما كنا بنقول أن العقود يجب تعدلها لأن بها الكثير من الإذعان للمزارعين المنتفعين بمشروع 1.5 مليون فدان الرئاسي. المهم أن اللواء عمرو عبد الوهاب استجاب لهذا النداء وبالفعل أوكل إحدى الشركات القانونية الكبرى لمراجعة كل بنود التعاقد الخاصة بشركة الريف المصري الجديد. البنود سيتم تعديلها قانونيا بما يحقق مصلحة الطرفين سواء الشركة وأيضا المزارع، والمزارع في المقام الأول، وهذا الرجل معه كل التكلفات للنهوض بهذا المشروع من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وبرنامجكم الجدعان. تشاهدون في حلقة السبت فريق الجدعان يلتقي السيد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، والذي يكشف خطة إحلال المكون المصري بديلا للمكون المستورد في الصناعات الهندسية المصرية، ويفتح النار على مراكز تدمير سمعة صناعة الإلكترونيات المصرية. فريق الجدعان يلتقي المهندس ويليام مورجان، والذي نجح في ابتكار الحنفية الموفرة للمياه بتكنولوجيا مصرية بنسبة 100%، ودون الحاجة إلى إجراء استبدال للحنفيات في المنازل أو دور العبادة أو المدارس وغيرها، حيث يقوم بتركيب شريحة صغيرة للتحكم في المياه عند استخدامها.